هنبتدي نظبط في الصينية على طول بالشكل ده. بنسيب الجمبري بتاعنا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، ونعمله بالطريقة دي. التتبيلة عايز اقول لكم او الشرمولة بتاعته بتبقى حلوة جدا، بيبقى طعمها حلو قوي. بصوا بقى، هناخد بولة ونعمل تتبيلة على طول. الكزبرة والبقدونس كله، طبعا المقادير بتاعتي هتلاقوها موجودة عندكم على الشاشة. الكزبرة والبقدونس كل ما قدرتوا تكتروا فيها كل ما كان حلو جدا، فهتعجبكم ان شاء الله. الفلفل، اللي ما بيحبش السبايسي ممكن يستبدل الفلفل الحار بالفلفل الرومي، بس ده بصراحة سبايسي الفلفل الحار. كمان الثوم وعصير الحامض اهو، هنخلطهم خلطة بسيطة ونقوم مدخلينهم الفرن مع شوية ملح وشوية فلفل وشوية زيت زيتون. الملح والفلفل ما تكتروش، اوعوا تنسوا وتكتروا لي الملح، احنا حاطين فلفل حار فهو بيغنينا تماما عن ده. هحط زيت الزيتون، انا خلصت لكم زيت الزيتون على فكرة. هنخلط كل التتبيلة اهو بالشكل ده، وهنحطها هنا اهي. هتعذروني هشتغل بايديا، لاني انا بحب اشتغل بايدي عشان ابقى حاكمه الحاجه وملكاها بالطريقه دي اهي. وهنعمل ايه؟ هناخد ربع كوبايه ميه نفس الموضوع، وهنزودها عليه بالطريقه دي.